kapısından. Hele bir şans kurdu. ربنا اداني ملكة عمرها ما خيبت. خير يا شيخ حسين، علمت بيه؟ علمت بيك في بدروم دخل عليك واحد صاحبي خدك من ايدك روحت مشوار مع بعض. ابويا قال ما تخونش حتى ولو عشان واحدة بتحبها. انا سمعت ان انت بتلعب درام زهايب. ابوك عمر ما جاب تلاته. خطأ طبي غير مقصود. عايزين نخلص من حد أذانا كلنا. طبعا ما عرفتش اخد حد. عمليته كان بيساوي لطيارات العدو. كان أحن من أبويا لكن خاين. كان أبويا من غير واسطة طلبوني عسكري في التجنيد. بس قدامك أحلمت أحلم أبويا. سينا في 6 أيام ورجعت حارة اليهود من سينا. أعتقد إنها النهاية. يا ساتر. والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر وعشان ندوه السكة شالت من لا